ريت الزلزال ريت انا منخافش كي كان عملو هالي راني شلقت بيه خاطر سبحان الله راه انا نفرق بين الزلزال الحقيقي والارتفيسيال تمثلو يدي ظاهرة صقر واحد صقر اثنين صقر واحد صقر اثنين حول ملا جوازين يقير في تونس عارفينك عارفينك هاي اسكت اسكت خلنا نسمع وش عندنا في القاعة واصلين في حالة افطار واضح الرجال التحق بمطعم سيدي شيعان حول واضح واضح ولم قاعد تشم ذي مرقة خضرة ليه ولدي كمولية وفيها طرف زعتر ومرشوش عليها معدنوس وبصل من الفوق وتخيلها عاد معاد ابو زمية عارقة ومتكي في الفيراندا تبن واحد صايم ولا راو عطاها يا ليش هز معاي ريدور اني فيش المسيان المكان محاصر تبن من حب الراحة حتى فم يتحرك تبن اللي يخمم باش ياكل ما ياكلش واللي كلاه ما يبلعش هيا اللعنة الحار منا والحلو منا يبدأ صور اللعنة بتاعهم الناس الكل يا صليح راني نسيت المصورة تبن نجم نصورهم بداية اسكت اسكت فضحتنا باي اللي عنده مبرر يورينا واللي ما عندوش يجي معانا اللعنة انت يا معلم سبحان الله راني جعت الله غالب وانت مغادي من صباح وانا نخدم قلبي صلى علي اخي كليت شي ما فيها الحكايه ولا حاكم وصدمه وحال الطوارئ يجوا لهنا يجوا لهنا اللعنة عليكم اصلاح اصلاح امشي مشي التواليت فيسع ونجي اوكي فيسع ازرب بروحك يا شيف اعطيني تبن صحن كمونيه امشي خلصك فيه فيسع بالله ازرب لي روحك يا ليش تمشي معاش وقت هاد شنو هي اللعنه اللي في يدك ايش بيك اصلاح تبن صحن كمونيه راه شريته بسعاديو تحليل اكثر لا اقل باي اي باي هاي جيبهم لي هاي يا معلم برس امك يا معلم صاحب هاي 10,000 برس امك لا تهزني والله يبدي عندي عائلة وعندي صغار يرحم والديك اللعنة ما ناخذوش رشوة يا ليش جيب لي اللعنة بتاع اللعنة بتاع اللعنة بتاع اللعنة بتاعهم يا سليحة برس نيبتك سيبهم على خاطرين رمضان وما كتعرف واحد يعمل الخير يرحم والديك سليح ايه وش عملنا مع قاعة العمليات يتبع نسليحتي ما وقلهم العملية تمت بسلام والسلام عليكم اللعنة عليك يا ليش دي ما هك صقر اثنين صقر واحد صقر اثنين صقر واحد حول نسمع فيك نسمع فيك تمت العملية بسلام